أنعشت استعدادات عيد الفطر المبارك محلات الخياطة الرجالية والنسائية، حيث ارتفع سقف الحجوزات في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك نظرا لحرص البحرينيين على ارتداء الزي البحريني في أيام العيد. رغم تتبع صيحات الموضة في ارتداء الملابس العصرية، إلا أن الأثواب الرجالية والعبايات النسائية حاضرة في المناسبات والأعياد، ويحرص أبناء البحرين من كلا الجنسين على التمسك بهذا الزي الرسمي الذي يعبر عن الهوية البحرينية من جهة، ولأنه زي يضفي الكثير من الزهو والفخامة على مرتديه من جهة أخرى. واستعدادا لعيد الفطر المبارك، تشهد محلات خياطة الأثواب الرجالية والعبايات النسائية اكتظاظا كبيرا من عدد طلبات الخياطة، الأمر الذي جعل أغلب المحلات تعتذر عن استقبال طلبات الزبائن منذ الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك. نواجه هاي المشكلة كل سنة، يعني تينا ناس من بعد العشرة الأيام الأولى تبي تفصل لها وحق عيالها، فاحنا نكون مزحومين ومضغوطين فما نقدر نستقبل الطلبات بسبب ان هم يتاخرون. اسبابها يعني بتاخير الزباين، او مثلا ياخذون روحهم على محلهم فيقول لك شن انا باي وقت اي فيه بفصل او بحصل مجال. اسعارنا نفس ما هي طول السنه، وبالعكس احنا في شهر رمضان نوفر اقمشه اكثر ونحاول ان نخلي اسعارنا افضل في السوق، ونسعى للجودة الممتازة في التفصيل وفي التميز في الأقمشة وفي الأزرة. محلات كلها زحمة، وكل ما نروح محل ما في مجال حق تفصيل، فمنضطر أن ناخذ جاهز. العيد الجاي إن شاء الله ندبر أمورنا في وقت يكون يعني يكون عندنا مجال أن نفصل إن شاء الله. امتلاء دفاتر الحجوزات لدى محلات الخياطة الرجالية الأمر ذاته عند محلات الخياطة النسائية، حيث تم تجهيزها بالتصاميم الخاصة بالعيد والأقمشة قبل قدوم شهر رمضان المبارك، حيث تحرص الفتيات على اختيار التصاميم بعناية ودقة وتفصيلها، إلا أن ازدحام المواعيد لم يترك خيارا آخر سوى الانتقاء من بين المعروض. والله كنا ننتظر أن ينزل الموديلات الجديدة عشان نفصل، وبس افترينا على المحلات لقيناهم يعني فل وما عندهم مجال إلا بس المعروض، فحين قاعدين نشوف لنا الشيء اللي يناسبنا أنه يضبطونه لنا وخلاص. خلال جولة قمنا بها داخل مشغل الخياطة النسائية، أكد العمال فيها بأنهم حريصون على الاتفاق مع الزبائن بفترة ليست بقصيرة لاستلام الطلبات، حيث إنهم يخيطون في اليوم الواحد عددا هائلا من الطلبات المتراكمة لديهم لإنجاز ما لا يقل عن 1000 طلب أجبرهم على المكوث في المحلات لساعات دوام متأخرة حتى يتم إنجاز الطلبات في الوقت المحدد. انتقاء أفضل الخامات وأجمل التصاميم، هذا هو الهدف الأسمى للظهور بأجمل إطلالة في عيد الفطر المبارك، ما جعل محلات الخياطة النسائية والرجالية تشهد إقبال كثيف من الزبائن. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.